حكم طلق الشعر للرجال في هذا الزمان هل هو جائز؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق شعره؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره ويطيل شعره، ولكن يكرم شعره كذلك. وقد وردت روايات فيها أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يضرب بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإطلاق الشعر جائز ما دمت تكرمه، وكذلك إضافة إلى ذلك إذا لم تكن متشبها بالنساء. بارك الله فيكم.